صيد هيبقى فيه يعني لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه يا نوجع، ايه عايز عيش ولا ايه؟ نسيت ده، ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي، قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضية، اللهم صل على الاستاذ كده اهو. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ، صباح الخير يا استاذ يا استاذ، صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. لا انا ايه اشرف؟ لا انزل بقى، غريبة قوي. اوعى الشنطة، اوعى الشنطة، مش اوعى، انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يلا ولا اعرف، انا باخد اوعى الشنطة. انا اشرف سكرتيرك، مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك، مالك يا والله المؤاخذة اشرف. ازاي؟ الحمد لله اشرف. انت خضتني. معلش معلش، اصل انا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا اوعى. خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيها؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترفع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي، انا اللي هترفع. نعم؟ انا اللي هقف في ساحه الفضاء العالي واقوم بالمرافعه. يا ريت، ايه اللي غير رايك كده يا ده؟ احنا ليه عرقنا احنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش احنا عرقنا احنا اولى بيه؟ بدل ما تاخد 20 جنيه في ايدك مني كحيانه، تروح قافش مني مياله وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش، انت هتفضحني في الشارع. ما تشوف. طب حل. المهم يلا، انت قلت لي انت مين؟ خدمتك ام احمد. طب عد يا حاجه واعلن عن قدومي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ. الله اكبر الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما اطولش عليك لانك انت مشغول دايما، وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ اللي ليه ايه؟ الله اكبر الله اكبر. حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي، ايه نوع القضيه؟ ابني متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه، ما انا فاهم يعني، هو يعني في الاغتصاب ده حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشة وتحمرشوا بيه، ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ لا، ابني متهم في قضية اغتصاب. هو متهمينه في قضية اغتصاب. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا، ده الأكبر ابني برقبتي، ده دور عاملاه البنت وأهلها، طمعانين في العز اللي أنا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي أنا فيه ده؟ كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنا بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. في نبيلة الحايح بهنسة جوهر عندها 67 سنة ومتجوزة 7 مرات ورمت جوازها من البلكونة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ يا أشرف أنت اللي إيه؟ أنت اللي إيه؟ اللهم صل على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ أما بقى نبيلة الحايح اللي عليها العين والليلي دي، ساكنة في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. مش سامعك كويس، بطل وشوش. ما انت بتتوشوش، مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟
اللي ببات. يلا باي. ارجو حاجة ان انا ما كنتش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني، احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيلة في بستين. لا جاي اخد كلمتين في القضية يعني. بحسب البستين. اصل سمعتها بوسة، انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفة وعفيفة وظريفة وشرفي بحبيب الليفة. ابني كنت الليفة يا حاج حبي يا جمل. ده انت عمك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاك ده وشوفي الافوكاتو، يمكن نطلع منه بمصلحة. طب يلا بقى باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فت ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 لا، ده سعد اخويا، اخويا انا. يا حبيبي اكبر من الصغير ولا هو ايه يا راجل؟ لا 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 لا، دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي، ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل، اكلمك بعدين. يلا باي باي. البلد كلها اخواتها بالرضاعه. منور يا حاج عجة. افندم يا استاذ خلصنا. قصدك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست انا بس شفت ال ثواني ثواني. اوعى بقى بقى. انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص نتقابل في الجلسه. باي. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن هذا الملتهم الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة. ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعال يا غريبة. سيد الرئيس، مش فين الشهدة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابسها ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ، بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة انك انت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه، صح؟ ايوه يا استاذ. ولما حصل ان انت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حته مكان ضلمه كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليك، اليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. وعلى حسب اقوالك برضك في النيابه انك قلتي ان تم عليك الاعتداء بدايه من الساعه 7:30 حتى الساعه 8:30، يعني ساعه بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا استاذ. لا الله ينور عليه، هو ساعه ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزه اوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تليفون؟ هنا يا أستاذ؟ نعم؟ هنا؟ بعد إذنك، المكالمة في صلب وعمق القضية. اتفضل. أنا اللي بتصل؟ أنا، أيوة. ردي يا حاجة، ردي، ردي يا حاجة. فتح الله عليك، ردي. ردي.
الو الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نبيلة الحايح مش كده؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. طب ده رقم تليفون سعادتك مش كده؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاك اثناء الحادثه صح؟ اجل اجل. انا بس حبيت اثبت لرساله المحكمه ان دي النمره الخاصه بالمولدعيه اللي كانت معاها اثناء الزعططه، وكان عايز ياخد منك الموبايل صح؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. يا سلام على التقوى. طب ازاي يا ست رايز حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمه لا تقل عن 10-12 دقيقة، وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركه نفسها بتاعه المحمول، بتقول ان جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعه. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل، بس يحصل بقى سعادتك الا اذا كانت هي في حاله الاعتداء كانت بتكلم صاحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سياده الرئيس. يا تقوم هتظبطي. يلا باي. نبيله انت نمره الموبايل بتاعك 013-45-31. ايوه يا فندم. حكمت المحكمة حضوريا أولا بإلقاء القبض على المجني عليها وأحالتها إلى نيابة العامل وتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إليها، وثانيا براءة المتهم عصام بيومي من التهمة المسندة إليه. رفعت الجلسة. بقول لحضرتك نزل لي قانون الدستور الجنائي كله. ايوه بس ده كتير قوي على الشريحه انها تستوعب ده كله من غير ما تفضلها مكان. يا باشا يا باشا البشوات يا دكتور يا مستر سكلانس، احنا داخلين على عز وفلوس جايه وحياه تانية خالص. عايزين نعمل الفلوس اللي بجد، عايزين نقف على الفلوس نفضل نطول 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 من علوها نلمس برج الجزيره، ولو طولنا نلمس برج الجدي كمان هنلمس. اتكل على الله. حلوه قوي. هات المج بتاعك وتعالى. بصحتك يا مستر سكلانس. قدامي. ويلكم سكولانس. شوف بقى دي ذكريات قديمة زي أصدقاء طفولة، الأهل، الجيران، الحي اللي أنت اتولدت فيه، العشرة القديمة يعني. شيل إيه؟ شيل شيل ذكريات طفولة إيه؟ وناس ايه وجيران ايه وعشرة قديمة ايه؟ ده حتى اسمها مش حلو. عشرة قديمة زي الجبنة القديمة. شيل. هايل. عايز الناس دي كلها انساها. انسى ايام الفقر. عايز ابقى شاب جديد. اعمل لي اكونت ونزل لي الايس بوكس. هايل. حياتك كلها. ملفات كتير بالشكل ده على الشريحة تخليني أقرب معهد المؤتمر اللي هظهر فيه اختراعي للنور. حلم حلم. انت بتقرب قول بسرعة. حلم ايه ورؤية ايه يا دكتور؟ ناس ايه؟ ناس ناس مين يا دكتور؟ نمال من الناس خلاص.
الدنيا بقت حلوه والعيشه هترتاح. ده ماله ماله سطب انت بس قانون الدستور الجنائي وصلنا العلاقات الغرامية يا هيا وايه